تأثير من تأثيرات الجيتار، الريفيرب. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. النهاردة هنتكلم عن تاني تأثير هناخده من تأثيرات الجيتار، الريفيرب. دخلنا تاني على الكمبيوتر ودخلنا تاني على لوحة البدلات بتاعتي، والنهاردة هنتكلم عن بدال تاني مشابه للإيكو، بيعمل برضو حاجة مشابهة للإيكو. البدال ده بيسموه الريفيرب، الريفيرب أو رد الفعل، يعني ريفيرب جاية من إعادة الفعل، إعادة الفعل، ريفيرب جاي. إيه إعادة الفعل ده؟ لو أنا تخيلت إن أنا قاعد في أوضة ضيقة، الأوضة الضيقة ديت أما بتكلم فيها أو بعزف الجيتار فيها الصوت بيرتد من الحيطان، بيبقى ضعيف يعني الارتداد، بس بيدي لك إحساس الأوضة. يعني لو أنت واحد مغمى يعني دخلت الأوضة وقلت له إحنا قاعدين في أوضة مساحتها إيه، أقول لك لا دي شكلها أوضة ضيقة، واخد بالك؟ غير لما تجيب واحد وتدخله قاعة كبيرة، قاعة مثلا احتفالات كبيرة أو مثلا قاعة أوبرا، وخليت واحد عزف بالأمبليفار في وسط القاعة ديت وارتد الصوت من جوانب القاعة، يقول لك لا ايه ده في صدى، في صدى حلو كده، في اللي هو الإحساس المكاني. الريفيرب هو الإحساس المكاني بالجيتار، فكل ما انت قللت الريفيرب كان المكان ضيق، وكل ما زودت الريفيرب حسسك ان الجيتار بيتلعب في مكان واسع. طيب انا عندي هنا على البورد يعني كام ريفيرب كده، واحد اسمه سبرينج مشهور قوي، سبرينج يعني سوسته جاي من السوسته يعني، فالسبرينج ريفيرب ده انا هحطه، ومثلا هخلي التايم مثلا ربع الوقت، مثلا شورت. اوكي، فلو عملناه شورت مثلا حسسك انك قاعد صغيرة مثلا. تخيل بقى لو عملناه مثلا لونج، شوف الفرق دلوقتي بين المسافة، المسافة بعدت على ما رجع لك الارتداد تاني بتاع صوت. هو والايكو متشابهين شوية لحد ما، هو الريفيرب عبارة عن ايكو بس بيبقى ضعيف خالص، يعني الايكو بتاع الطبيعي بتاع الحيطة، مش ترتيب في انك انت بتردد الحاجة تاني بالظبط، بس بعدها بفترة بسيطة وبس اضعف شوية. التأثير الايكو بيبقى اقوى شوية من الريفيرب من ناحية التردد يعني، انما الفكرة هي واحدة، هو احساس مكاني بالمكان اللي انت بتعزف فيه الجيتار بتاعك. كمان لو هنستعمل معاه الريفيرب لازم ابقى حاسب مين قبل مين، يعني ساعات بتفرق يعني، فاحنا هنجرب الاثنين مع بعض دلوقتي، واحد ورا التاني، الديلي دلوقتي ورا الريفيرب. طيب شوف بقى لو حطينا الريفيرب ورا الديلي، شوف لو كنت هتعرف في فرق ولا لا. مطين شويه يعني، او كانك بتنزل في الوحله يعني، يعني مش محدد قوي يعني. لو انت هتعزف جيتار ايقاعي انصحك انك تقلل الايكو والريفيرب برضو، ما يكونش كتير قوي، لانك انت لو عزفت ايقاع مش عايز ايقاعات تانية تتردد معاك يعني.
واشوفكم الحلقة الجاية.